من فيها يا شباب، هذه وجهة النظر من فيها. طيب، يقول المهم هو إنجاز عملك حتى لو لم يكن كاملا. المهم أن يكم أن يتم إنجاز عملك حتى لو لم يكن كامل. يعني أهم شيء تنجز الشيء حتى لو إنك ما يكمل. هيا ننجزه، لأني لو خليته سوبت يعني التسويب، خليته لبكرة اللي بعده اللي بعده بيتراكم علي. إيه عرفت؟ فبيطول وأنا أشتغل فيه. خلني أخلص واحدة بواحدة يوم بيوم. يعني بس شوف، أنا بقولك حاجة، في فرق بينك مثلا يوصيك الوالد ولا والدة ولا أخو ولا أي شخص بشغلة، أنا بقول أهم شيء إنك نجزت بس ما كملتها، يعني أكمل وجه، يعني نجزت جزء منها. يعني لو أسوي شيء بعد الباقي بعدين. إيه ما لا هذا خطأ، هذا خطأ. ها يا شباب اللي هنا، يا تختلف. ها سم. يقول إذا عمل أحدكم عملا فليتقن، فالإنجاز في العمل والإتقان في العمل مطلب مهما كان. إن الله يحب إذا عمل من أحد منكم عملا أن يتقنه، أن يتقنه. ها يا شباب، ها اختصر. خلاص كنت بقول ذي أنا. وين اختصرها؟ كنت بقول ذي. والله كنت بقولها. طيب يستاهل، واضح أن رأيه أنها أخذ أغلبية أو اتفاق الجماهير. صحيح.